في نفس السياق، الوزارة برضو وزارة الداخلية قدمت من 16 ل 18 سبتمبر قافلة لمنطقة الواحات البحرية، كان فيها تقديم برضو مساعدات مادية ومواد غذائية، منتجات جلدية، أقمشة، مستلزمات مدرسية لأهالي المنطقة هناك. وبالمرة كان في كمان استخراج لشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي للمواطنين. دي كانت عبارة عن سيارات بقطاع الأحوال المدنية هناك مجهزة للغرض ده، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات من خلال قافلة طبية كمان كانت موجودة، دي بتتبع قطاع الخدمات الطبية وصرف الأدوية اللازمة ليهم واستخراج التراخيص. تعالوا نشوف مع بعض جزء عن من هذا التقرير عن هذه القافلة، قافلة كلنا واحد في الواحات لتقديم المساعدات المادية والمستلزمات المدرسية لأهالينا هناك. كلنا واحد حقيقة لا شعار فقط لمبادرة وزارة الداخلية، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. فلم تحول المسافة الطويلة والتي تقدر ب 365 كيلومتر دون أن توجه الوزارة قافلة من المساعدات المتنوعة تحت هذا الشعار لأهالي الواحات البحرية من عينية ومادية لكشف طبي وخدمات الأحوال المدنية والمرور. الرسالة دي رسالة السيد رئيس الجمهورية فتح السيسي كلنا واحد، ان احنا نوصل لكل اماكن موجوده فيها الشعب، حتى في النجوع، حتى في القرى، حتى في ابعد الاماكن. دي بدايه، والقافله هتكمل في بقيه القرى وبقيه النجوع اللي موجوده في الواحات، بنوصل لغايه بيوت الناس في القرى مش في مدينه الواحات بس. 3 أيام هي المدة التي قضتها القافلة بالواحات، والتي تقع إلى الجنوب الغربي من الجيزة بإشراف ميداني من مدير أمن الجيزة. تم خلالها تقديم مساعدات عينية ومواد غذائية ومنتجات جلدية ومستلزمات مدرسية لأهالي المنطقة، ودفع مصروفات مدرسية لغير القادرين، فضلا عن استخراج شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وتراخيص السيارات، إضافة إلى الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات وصرف ما يلزمهم من أدوية، مع إجراء عمليات للحالات التي تحتاج لذلك بمستشفيات الشرطة. احنا في عدد من التخصصات، الجراحة والعظام والجلدية والأطفال والبطنة والأنف والأذن، تم توقيع الكشف الطبي في أول يوم على عدد 315 مواطن في تخصصات مختلفة، وتم صرف العلاج والأدوية اللازمة ليهم كلهم. شكر وامتنان من أهالي الواحات لهذه المبادرة الإنسانية التي لم تترك مجالا يخفف عن المواطن ولو قليلا إلا وتطرقت له، حيث كان الحرص على التوجه إلى المنازل لتوزيع هذه المساعدات. لما سمحت إن هنا بيعملوا بطائق، فجبت البطاقة وجيت هنا للباشا، فقلت له في استثناء يا باشا علشان السن؟ قال نعم. جاي اعمل بطاقه، المعامله كويسه وكل حاجه تمام وكل حاجه باحترام وادب وكل حاجه. استمرت ببلاش وموجوده، والحمد لله الخدمه موجوده الحمد لله. شفت مجاني من غير فلوس من غير حاجه، خدت العلاج كله. كشفت عظام وكشفت بطنه وفي جميع التخصصات الحمد لله. ويا ريت كل شهر تقولنا مرتين على اقل حاجه او 3 مرات. انا كاشفه على عيني وطالبه عمليه بالليزر. والدكتورة ربنا يبارك لها يعمل حالي. أنا ولا شيء الحمد لله، داني العلاج ومية ومرتاح ولا شيء. كل اللي يحب بلد وبلد بتحبه كده، عايش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده، فرح بلدنا كمان. بعد المسافات لا يحول دون تطبيق مبادرة كلنا واحد، التي يراها المواطنون مبادرة اجتماعية إنسانية مثالية تخفف كثيرا عنهم بتخفيضاتها في الأسعار ومساعداتها المختلفة.